احنا اللي قاعد نمشيها ترجم منا نخليها اللي يحشوفها يردمو. ان شاء الله يا رب يطلع تعليقي حبيبي حمودة. نحن اكيد رح يطلع تعليقك لك ولكل واحد معلق، بس نحن عم ناخذ يعني التعليقات اول باول، اللي علق قبل الثاني عم ناخذ تعليقه، وعم نحاول ناخذ تعليقات اللي فيها تنويع، مش كل التعليقات مثل بعضها، ما بعرف يعني كله على ضرب ساره وساره يضرب يزن. ونحن هلا رح نعمل كمان سلسله على قناه يزن وساره، هي سلسله كلها لو خيروك هذا الشيء انتوا عم تحبوه، ونحن عم نساوي شيء مشان تتسلوا معنا وتنبسطوا. نحن رح نطالع خيارات الكل مشان ما حدا يزعم. اكيد ان شاء الله رح نطالع الكل. طيب محمد هلا بقول لك يا زون الغالي، لو خيروك انك تطلع على الحاره وتقول انا مجنون انا مجنون، ولا تكب على راسك ولا تكب على راس ابوك مي وطحين؟ بتمنى يطلع تعليقي بتابعك بفلسطين شمال. لك راسي اهل فلسطين كلها، تحياتي لفلسطين. اطلع على الشارع اقول انا مجنون ولا كنت على راسك مي وطحين؟ شو؟ سامحني. على ايش سامحه؟ ليك على راسك مي وطحين. عادي بابا انا ما بعرف، هذا خيار لك. تكت على راس طحين تكت تطلع الشارع انا شو بدك؟ سامحني. ماشي تفضل. هاي كاس الطحين بس ما كترنا شوي صغيره حرام. مي مي. لو خيروك تاكل معلقتين شطة او تقول لوسيم جانم انا ما بحبك، اقول لعمو وسيم جانم ما بحبك؟ انا شو ما بحبه؟ انا بحبه لعمو وسيم جانم كتير بحبه. عن جد حبه؟ ايه بحبه. كويس معناتها اكل معلقتين شطة. شطة؟ شطة ما بحسن. كمان ما بتحسن؟ حدة. ايه ولو كان هي معلقتين صغار؟ والله بابا ما بحسن، الاثنين خلاص ما بحسن. يعني عقوبك هي خلي تعطيني كم. يلا يا سارة. واحدين يلا كف صغير كبير صغير يعني كبير. لو خيروك تاكل بيضة نية او تطلع الشارع تقول انا مجنون بالتركي، معك بكري من التركي. بابا اكل بيضة نية هلا كف بيضة نية ما بس اكل لك. ليش كل اثنين طيبات؟ طيب خلص طلع الشارع ولا نوجه. يلا تفضل. بنتي لي انتوا اللي تجننوني ولا الخيارات ساكن لي الغال انظر على الشارع قول انا مقبول تجننوني عبد الله. سارة لو خيروكي تضربي اخوكي الصغير كف يعني ليامن ولا تاكلي بيضتين نيات؟ بحبكن كتير. صارت تضربي يامن كف ولا تاكلي بيضتين؟ هلا انا اخوي يامن ما بضربه حرام صغير باكل بيضانيه والله ما بحسن بحسن. ايوه يا بيضتين ما بحسن. والله انا يا بابا انا معك، انا حتى بيضه واحده ما بحسن اكلها. لا والله مشكله بيضه نيه يعني ساره صغيره خلص بيضه نيه معلش وحده. صاحب التعليق معلش سامحه بيضه نيه بس وحده. يلا جيبي بيضه. البيضه جاهزه يلا يا فاطمه شربتها كلها. طيبه طيبه نعم شوي شرب مي روح شرب مي. خيروك يا يزن تاكل نص معلقة صغيرة ملح ليمون أو تاكل نص معلقة صغيرة شطة؟ أتمنى يطلع تعليقي. وكمان من نفس الشخص التعليق لسارة كمان، لو خيروك يا سارة تاكلي بيضة نية أو تاكلي معلقة صغيرة شطة مع ملح ليمون؟ هلا أول شي يزن شو؟ شطة. شطة سارة؟ ليش؟ أنا أكلت يلا بيضة مو؟ أكلت بيضة بس هلا رأيك. طيب يلا ماشي جيبوا شطة. لا آسف.
وهلا لسارة نص معلقة شطة مع ملح ليمون، نص معلقة حاج، هاي ملح ليمون. هلا شربي شربي روي انت كمان شربي. حبيبي يزن، لو خيروك تضرب ابوك كف او تقول لاختك انا بكرهك؟ بابا اضربك كف؟ شلون اضربك كف؟ ما بصير عيب. انا اضربك كف يعني شفت حدا بضرب ابوه كف ما بصير عيب. تمام عيب كيف عيب؟ واقول لاختي انا بكرهك؟ انا بحبك بس رح اقول انا بكرهك. انا بكرهك. هيك زعلتي يا سارة؟ طلع شو زعلت سارة؟ زعلت؟ طبعا أنا بحبه. حبك بحر ما لحدود. سارة لو خيروكي تحلقي شعر أخوكي يزن أو تلبسي لبس يزن تحطي على شعرك جيل وتمشي بالشارع على أغنية نحن زمة جد الجد، تحياتي إليك من سوريا، بتمنى يطلع تعليقي بحقكم. شو سارة شو تختاري؟ بابا أنا ما بحب أطلع يزن، بحب أطلع الشارع. تحطي جيل على الشارع؟ أيوة ترقصي تمشي على أغنية إيل قومي لبسي لبس يزن. نمشيها ترجع منا نخليها اللي يحشوفها يردمو اللي رجعوا لبطن امو الكلمة المو حلوة الف الوجه راعيها احنا سلمة جد جد جبل عالي نهد ونشهد احنا سلمة جد جد ايدك الله يزن تاكل ليمونة كاملة مع ملح او تلبس الفستان والطوق وتحط المكياج شو؟ بليمونة كاملة مع ملح ما بحسن كل شيء ما بتحسن انت لا بيضة ولا ليمونة بحط مكياج وإذا بتلبس الفستان والطوق بلبس يلا نو 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 خيروكي يا سارة تاكلي بيضة نية مع ملح أو تاكلي معلقة صغيرة قهوة؟ يا رب يطلع تعليقي ولا أول ولأول مرة ما طلع تعليقي. إذا ما طلع تعليقي رح أزعل منك يا يزن. الله يحميكم بحبكم واشتقت لكم سوريا أريحة. أكيد رح يطلع تعليقي أكيد رح يطلع تعليق الكل. أيوة مش ما تزعل منك ها؟ أكيد إيه يا صح لو خيروك تنزل على سوريا او تضل بتركيا امانه جاوب على تعليقي وشكرا لك حبيبي والله يا بابا ان شاء الله
يا ريت ننزل هيك كلياتنا على سوريا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شو تختار انت؟ بختار سوريا بابا، سوريا ان شاء الله. ننزل كلياتنا يا رب، كلياتنا ان شاء الله. اكيد واحد بعد بلده ما في. ان شاء الله قريب رح نرجع يا رب.